أول بث تلفزيوني، حدث غير مسبوق في تاريخ الإعلام بالكويت، حين أخذ على عاتقه رجل الأعمال السيد مراد يوسف بهبهاني فكرة وجود تلفزيون بالكويت. كان الحدث حلماً راود الرجل الذي سعى إلى تحقيقه، حيث التقى بوكيل إحدى الشركات الأمريكية في الكويت، وانتهى بالاتفاق على أن تقوم الشركة بإحضار الأجهزة الفنية اللازمة لبدء الإرسال التلفزيوني في أواخر الخمسينات، حيث بدأ بعرض أفلام الرسوم المتحركة وأفلام السهرة بقوة 100 واط. ظلت تجربة الإرسال التلفزيوني الذي بدأه السيد مراد بهبهاني فترة من الوقت امتدت حتى 15 من نوفمبر من عام 1961، وهو العام الذي شهد بداية انتقال ملكية المحطة التلفزيوني من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، وذلك بقرار وتوجيهات من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رئيس دائرة المطبوعات والنشر آنذاك. وبذلك الانتقال بدأت مرحلة جديدة وتاريخية في مرحلة البث التلفزيوني الكويتي الذي قادته وزارة الإرشاد والأنباء في ذلك الوقت. وصاحب تلك النقلة التلفزيونية إنشاء محطة إرسال المطلع، وكان معدل البث وقتها 4 ساعات يومياً. كان أول مذيع كويتي ظهر في التلفزيون هو السيد رضا الفيلي، معلناً بداية البث الرسمي، وكانت أول المذيعات السيدتان أمل جعفر وسهيل الحاج إبراهيم. كان يتولى وقتها إدارة التلفزيون المرحوم الأستاذ خالد المسعود الفهيد، الذي حرص على تطعيم برامجه ببعض البرامج التي كان ينتجها التلفزيون المصري. وفي عام 1971 تم تشييد محطة إرسال فيلكة، وقد تمكن تلفزيون دولة الكويت من أن يغطي إرساله معظم دول الخليج وشرق المملكة العربية السعودية وجنوب العراق، خاصة في الأوقات التي تتوفر فيها الظروف الجوية المناسبة. وفي 15 من مارس من عام 1974 دخل تلفزيون دولة الكويت عهداً جديداً، حيث بدأ البث الملون في برامجه. والنقلة الأهم التي حدثت في عام 1978، حيث تم الانتقال إلى مجمع الإعلام الذي تم افتتاحه الرسمي في 17 من فبراير من عام 1979. لقد كان للشيخ صباح الأحمد الجابر وزير الإرشاد والأنباء آنذاك، ثم وزير الإعلام، وكذلك المغفور له الشيخ جابر العلي السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام، كان لهما الدور التاريخي المشهود في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات في توفير كافة وسائل الدعم والتشجيع على كل صعيد لإبراز تلفزيون دولة الكويت كمؤسسة إعلامية رائدة ومتميزة.